Et la réforme qui est aujourd'hui en cours, et je vous félicite pour... هيئة المهندسين اليوم كتنظم واحد اللقاء جد مهم مع الخبراء المحاسبيين في جهة الدار البيضاء ستات، واللي غنطرقوا ليه لمساهمة المهندسين في إعداد بعض الاقتراحات اللي غنعطيوها للحزب اللي غيقدمها في خلال المناظرة الوطنية حول الجبايات. اللقاء ديال اليوم كيدخل في اطار اللقاءات التشاوريه اللي كيعمل الان يعمل على حزب التجمع الوطني الاحرار مع الفاعلين في جميع القطاعات. اليوم بمناسبه تهيئ المناظره الوطنيه للجبايات كنعملوا بعض اللقاءات التواصليه مع العديد من المقاولين في جميع القطاعات. كيف ما لاحظتوا النقاش اللي تم اليوم تم حول عداله جبائيه واعاده الثقه في الثقه بين الملزم واداره الضرائب، لان هذه نقط اساسيه باش يمكن لنا نقط اساسيه اللي كنعتبروها عمود في قضيه ديال النموذج التنموي الجديد اللي كنسعوا ليه جميعا. موضوع الضريبه هو موضوع اللي كيخص جميع القطاعات، دونك لهذا حنايا اليوم قمنا هذه شهرين وحنا خدامين على اعداد مشروع مقترحات. هذا مشروع المقترحات اشتغلنا في اطار واحد المبادره تشاركيه وتشاورية مع جميع الاطراف، اللي كتمثل القطاعين العام والخاص من فيدراليات قطاعيه، من لي شومبر دو كوميرس داندستري، والعدد كبير من ممثلين على وزارات عديده. الهدف منه هو نخرجوا بواحد المقترحات كتخص بعض المحاور. الهدف هو تحقيق عداله ضريبيه، محاربه التهرب الضريبي، لافخود فيسكال، الحد من القطاع الغير مهيكل، تشجيع المقاول الذاتي، اسيغي اون نوتراليتي دو لا تي في، تحسين القدره الشرائيه للمواطن. ولكن الهدف الاسمى والهدف المهم اللي خصنا نوصلوا ليه اليوم هو كيفاش نوسعوا القاعده الضريبيه.